حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا إلى بلاد طيبة. نتأمل نتفحص تاريخ مصر من خلال صحافتها ومجلاتها الصادرة في القرن الماضي من مكتبة OLD محمد فهمي. النهاردة معانا عدد مجلة الاثنين والدنيا الصادر في 17 يوليو 1944. أوشكت الحرب العالمية، طبعا احنا نعرف ده بعد خلال سنة على الانتهاء. مصر كان موجود فيها قوات الاحتلال الانجليزي موجودة مستخدمة مستباحة، وفي بعض جنود الامريكان، وطبعا التبعية قوات هندية، قوات كلها تابعة لما يسمى بالكومنولث اللي هي تابعة للتاج البلاد. في صحفي مراسل شركة صحافة ويليام ماك جافن، ده عمل تقرير عن القاهرة في عنوان القاهرة مدينة السهرات والإشاعات. نشوف ويليام ماك كتب ايه ونشوف رؤيته. بادئ بداية، الجزيرة هي الجزيرة الخضراء التي تتوسط النيل عند القاهرة وتحف بها أشجار النخيل الباسقة، هي حي الذوات من سكان القاهرة وطنيين وأجانب، ففي عمائرها وفيلاتها وعواماتها تقيم أرستقراطية مصر المترفة. يوجد الجنود الأمريكيين والبريطانيين يتجولون في شوارع القاهرة. من أصعب الأمور التي لاحظتها في القاهرة أن تفرق بين الحقائق والإشاعات. بعض الأجانب المقيمين فيها يحلو لهم أن يذيعوا في الصباح إشاعة ما ليروا كيف تنتشر هذه الإشاعة وتكبر وتنمو وتصبح حديث الناس بعد ساعات قلق. الواقع أن جو القاهرة جو إشاعات، بعض هذه الإشاعات تقوم على أساس من الحقيقة. فقبل أن يعقد مؤتمر الحلفاء في القاهرة في الشتاء الماضي، تناثرت عنه الإشاعات في كل مكان. سرعان ما فهم الناس ما وراء هذا، حتى تجار المسك البسطاء، الراجل ما سابش حتة في القاهرة إلا ودخل فيها، كانوا يسألوننا وهم يغمزون بأعينهم متى يجيئون. نسألهم من تقصدون؟ يقولون تشرشل، روزفلت، ستالين وتشانغ كاي شيك اللي هو كان حاكم الصين وزوجته. يرجع يصف القاهرة: القاهرة هي المدينة الكبرى الوحيدة في العالم القديم التي لم تعاني من الحرب عناء شديدا، ما زالت الحياة فيها طيبة لا كما كانت قبل الحرب، ولكنها حياة مقبولة على كل حال. نعم أن الغلاء فيها شديد، لكن كل شيء متوفر. ما تريده لو أردت زجاجة رائحة ممتازة، اذهب إلى ذلك المتجر الفرنسي في قصر النيل، تجدها $100 فحسب. تريد جورابا من النايلون، تذهب إلى المتجر المجاور تجده، وهكذا. هذه ليست سوق سودة بالمعنى المعروف في أوروبا، بل إن السلع تباع بهذه الأسعار جهارا نهارا. وأحسن ما في القاهرة أن البنزين لا يوزع بالبطاقات ولم ترتفع أسعاره كثيرا، ففي وسعك أن تجري بعربتك كيفما تشاء. السلع تباع في مصر بثلاثة أسعار: أرخصها للمصريين، ثانيها للبريطانيين، وأغلاها للأمريكيين. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن كل أمريكي لابد أن يكون مليونير. الشخصية المصرية الأولى هو جلالة الملك فاروق، وهو شاب رائع المنظر مكتمل القوة، ويرى فيه الشباب المصري مثلهم الأعلى لما يمتلئ به قلبه من القومية الصادقة. مش عارف معنى القومية الصادقة دي ايه المقصود بها، يعني هل هي ترجمة
ترجمها المترجم. طبعا المقال ده مقال مكتوب كاتب أمريكي باللغة الإنجليزية. فكلمة القومية الصادقة دي معرفش محلها من الترجمة. والعطف على الطبقات الدنيا، وقد أنجب من جلالة الملكة فريدة 3 أميرات، ويتمنى الشعب المصري أن ينجب مليكه أميرا يكون وليا للعهد، ويتولى العهد الأمير محمد علي حتى ينجب الملك فاروق ذكرا، لأن الأناث لا يتولين العرش الذي تولته فيما قبل ما مضى كليوباترا وشجرة الدر. لاحظ أمريكي لم يقترب من التاريخ الفرعوني، كان في حتشبسوت، كان في والدة تحتمس و تاريخ مصر الفرعوني قديم، لكن ذكر التاريخ القريب، وهذا انعكاس للثقافة. الجندي الأمريكي لا يجد راحته التامة في ليالي القاهرة، لأن النظام التقليدي الذي يسير عليه الجيش البريطاني والذي اضطر الأمريكيون إلى قبوله هو نظام الطبقات، الذي يخصص للجنود أماكن للسهر والشرب غير الأماكن التي تخصص للضباط. لا يستطيع الجندي الأمريكي أن يذهب إلى كباريه بديعة، وقد خصصته صاحبته للضباط، وقد أحسنت صنعا، فجنودنا لا يحبون تلك الموسيقى المصرية الخافتة التي لا تتغير نغماتها إلا تغيرا طفيفا لا تكاد تنتبه الأذن له، والتي تحمل على المرء أن يتثاءب وينام. وهم لا يحبون كذلك هؤلاء الراقصات، ولهذا يفضل جنودنا نادي الصليب الأحمر، حيث يأكلون ويشربون ويسمعون الجراموفون يذيع الأسطوانات الأمريكية المحبوبة. هنا حود على جزئية معينة، فندق جزء من حياة كل ضابط بريطاني أو أمريكي في القاهرة. هذا يدعو للتساؤل، لماذا؟ نعم، لأنك تستطيع أن تجلس في التراس فترى دوغلاس فيربانكس يتحدث إلى الكاتب الممثل الأشهر نويل كوارت، وتستطيع أن ترى عدد من الضباط الإنجليز المتأنقين، منهم من يحمل لقب لورد أو ينتظر أن يرثه يوما ما. لكن مع هذا ليس تراثا ممتازا، لا في نظامه ولا في المنظر الذي يطل عليه. وهو يطل على شارع بسيط مزدحم بعربات التاكسي وبمجموع المصريين الذين يتحدثون دائما بصوت عالي ومزعج. يصف الفندق انه اشبه بإدارة البوستة منه الى الفندق، معظم غرفه بلا حمام خاص، لابد أن تكون جنرالا لتنزل في حجرة بها تليفون. الذي نزل فيه الرئيس روزفلت حين زار مصر سنة 1910، وهو الفندق الذي أراد روميل أن يجعله مقر قيادته عندما هم بدخول مصر منذ عامين. على أنه من أكثر الأمور التي تضايقنا، وأتكلم عن نفسه، في مصر أن الحكومة حددت أوقات معينة للشرب في البارات والكباريهات. هذا الموعد ينتهي في منتصف 11. هذا أمر غريب، كان يجب أن يكون الموعد ممتدا، الشرب للرقص، لأن الاثنين شقيقان لا غنى لأحدهما عن الآخر. واضح ان هو مش يعني حتى ما دخلش في التقاليد والاعراف المصريه، وده فكر امريكي على مصر سنه 1944. داخل المجله في الجو السياسي، في الجو السياسي في جزئيه محليات،
لعل أهم الحوادث الأسبوع أن امرأة في بني سويف رزقت طفل له شارب. احنا انتقلنا انتقالة فجاءة من وضع رجل بيتكلم أمريكي إلى داخل مصر، وخبر حطه في الجو السياسي ما يعرفش إيه العلاقة يعني. رزقت طفل له شارب وذقن وأسنان أخرى تحولت إلى رجل. ليس لحسن الحظ في الموقف السياسي أي شبيه بهذه الأنباء، ولكن بعض أنباء الأسبوع لا تقل غرابة عن هذين الخبرين. هو بقى حطهم إسقاطا للي جاي. فمثلا تحمس مجلس الشيوخ لكثرة غياب أعضائه، وألقيت كلمات مؤثرة عن فوائد المواظبة ومضار التزويغ من الجلسات. كان من المنتظر أن يحضر الأعضاء بعد هذه المحاضرات، ولكن الذي حدث أن مجلس الشيوخ بقي في الجلسة التالية 40 دقيقة ينتظر حتى وصل إلى العدد القانوني. إنه كان مجلس هادئ طول الدورة، فجأة كهرب أثناء عرض اتفاقية السكر، وشعر النواب أن بين اللجنة المالية ووزير المالية خلاف. تقدم وزير الداخلية ودافع عن وجهة نظر زميله، محددش زميله مين فيهم. تدخل بعض المعارضين لتهدئة الجو بين الحكومة وأنصارها. إنما الموقف العام يرى أن بعض الساسة أنه يجب اتخاذ إجراء وطني نحو الشركات الأجنبية الكبرى التي أصبحت دولة داخل الدولة. ويجب أن تبسط مصر سيادتها الفعلية على هذه الشركات. ويرى هؤلاء الساسة أن اشتغال الوزراء بالشركات بعد خروجهم من الوزارة هو سر قوة هذه الشركات. وطبعا كان كل ما هو مصر تستورده كان بيتحكم فيه مسؤول مالي في السفارة البريطانية، بيتحكم في الجمارك، بيتحكم في استيراد الأشياء دي نستوردها من فين ويوجه النظر ليها. طيب، في شيء آخر، في أشياء أخرى في الموقف العام أيضا. يرى الزعماء العرب أن مصر تستطيع أن تستفيد كثيرا لو اتحدت، ويرون أن اتحاد مصر أكبر ضمان لتأييد وجهة نظر البلاد العربية، وأن مصر المتحدة تستطيع أن تفعل الكثير. يا ليتهم كانوا يعملون ويفعلون ذلك من زمن. خبر آخر، تقرر أن يغادر السير هارولد ماكمايل المندوب الثاني في فلسطين منصبه، بعد أن كان مفهوما أنه سيبقى فيه إلى نهاية الحرب، وسيتبع ذلك حركة في السلك السياسي الإنجليزي. ما أوضحش ليه إيه السبب. إحنا بنتكلم في سنة 44، باقي على سنة 48 4 سنوات. الراجل ده كان ليه دور في تسهيل دخول طوائف اليهودية إلى فلسطين. وضع سياسي آخر، يلاحظ المراقبون أن وعيا تاما انتشر بين العمال المصريين، وأنهم الآن يرون أن اتحادهم كفيل برفع مستواهم، ولا يستبعدون ظهور حزب للعمال بعد الحرب على غرار حزب العمال البريطاني. تتوقع الدوائر السياسية نشاطا عربيا في مصر عند اجتماع اللجنة التمهيدية لمؤتمر الوحدة العربية. وقد بدأت الدوائر الأجنبية تتساءل عن موقف الرأي العام من قضية فلسطين. هل يرى أن هذه المسألة رئيسية في الوحدة العربية؟ ونحن نجيب هذا السؤال بأنه لا يمكن أن تقوم وحدة عربية دون حل مسألة فلسطين حل يرضاه العرب. آخر شيء، قالت المصري أن الشباب السوداني يبدي الآن اهتمام كبير بمستقبل السودان، ولا حديث عن الدوائر المختلفة هناك إلا ما يجب عمله ترقية السودان. وقد بدأت الصحف السودانية تعالج الموضوع، ونحن ننتظر من الصحف المصرية أن تتكلم وتشرح وجهة النظر المصرية التي طالما شرحناها، ونرى أن كل إهمال لمسألة السودان يعود بأبلغ الضرر على مصر. طيب، هندخل في باب، كل دي أبواب رئيسية كانت كنا بنستعرضها في المجلة. هندخل في
عنوان كل شيء. اعتكاف. اعتكفت صاحبة الجلالة ملكة نازلي في قصرها بالإسكندرية طوال الأسبوع الماضي بسبب التهاب اللوز، وقد استعمل في علاج جلالتها دواء البنسلين المعروف اللي كان للخاصة وليس للعامة، لم يكن ينتشر. ونحن نتذكر في حلقات أخرى أن وزير الصحة دعا إلى محاولة صنع البنسلين في مصر. معالي وزير الصحة، تشرف معالي وزير الصحة في الأسبوع الماضي بمقابلة صاحب الجلالة الملك، وأبدى جلالته اهتمامه بموضوع ضم مستشفيات الجامعة إلى وزارة الصحة. قضية من بدري. طيب، بيع الأراضي الحكومية. أجل مجلس الوزراء مشروعي الأراضي الحكومية واستبدال الأراضي إلى أجل غير مسمى. ليه؟ ما ذكرش السبب، ومين اللي طرح الموضوع؟ ما كانش السبب. هل الأراضي الحكومية دي أراضي زراعية أم أرض بنائية؟ لم يحدد. طيب، هندخل في جزئية معينة. أراد مستر ديوي أن يكسب أصوات بعض متطرفي اليهود في انتخابات رئاسة الجمهورية، فأعلن تأييده للسياسة الصهيونية في فلسطين. وإذا كان قد كسب بعض أصوات اليهود، فقد كسب في نفس الوقت عداوة جميع البلاد العربية. طبعا هو ما وضحت مستر ديوي ده مين، لكن واضح انه هو ممكن يكون ده في الانتخابات الأمريكية. طيب، برضه في صفحة كل شيء، منذ بدء الحرب وهناك زيادة مضطردة في إصدار البنكنوت المصري. كل شهر تزداد كمية الإصدار عما كانت عليه، ولكن حدث في الشهر الحالي أن هبطت كمية الإصدار، مما يدل على أن التضخم الحالي قد بدأ يهبط. بجزئية معينة، في أعد محمد علي نمازي، هي مكتوبة هي غازي لكن هي طباعة نمازي، هو غازي، مستشار ملكي وزارة المالية، مشروع بقانون بإنشاء مجلس للدولة. احنا مجلس الدولة عندنا في مصر قائم بأعماله، أعتقد إن دي أول مرة يدعو فيها. تعرض عليه جميع القضايا التي يرفعها المواطنون الموظفون على الحكومة. ويقول معالي أمين عثمان باشا المعروف أنه من نتيجة هذا القانون حماية الموظفين من الرفض والفصل والعواصف السياسية. أمين عثمان كان بيمثل جناح في حزب الوفد في فترة الأربعينات اللي هو أغتيل فيما بعد. طيب، في جزئية أخرى، الشيخ الشندويلي. الشيخ الشندويلي ده عضو مجلس الشيوخ. يقول الشيخ الشندويلي عضو الشيوخ أن والده رحمة الله عليه كان عضوا في الشيوخ ولم يكن يملك النصاب، نصاب فدادين عشان يدخل الانتخابات، فباع لوالده 100 فدان، وأراد الأب أن يعيد الأفدنة إلى ولده فأوقفها عليه، عادت الأفدنة إلى الابن، وإذا بمادة الرجعية في الوقف تحتم توزيع 100 فدان على أشقاء الشيخ المحترم. يعني لبس في حاجة ما كانش متوقعها. وقد أثيرت هذه القصة في مجلس الشيوخ، فصرح معالي وزير العدل بأن من حق الشيخ المحترم الاحتفاظ بـ100 فدان. طبعا ده راجل عضو، فلا بد أنه هو هيحافظ على كيانه. معالي فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية سنة 52، اتفق مع سعادة محمد حيدر باشا
وكان وزير الحربية، على تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم، والمنتظر أن يعتزل حيدر باشا رئاسة الاتحاد في الشهر القادم. جميل. وكان برضو نازل انتخابات نادي الضباط اللي هي كانت بدايات ثورة 52. حسنين باشا، ماله حسنين باشا هنا عندنا ليه؟ خبر بيقول فيه دعا حسنين باشا، دعي حسنين باشا إلى إلقاء محاضرات على الضباط الإنجليز في الشرق الأوسط عن استكشافاته الجغرافية. معروف إن أحمد حسنين باشا كان رحالة، هو اللي اكتشف واحات، أعتقد من واحد سيوة، وكان ليه صولات وجولات في جنوب البلاد اكتشافات، وليه اكتشافاته الجغرافية موجودة وكانت مكتوبة بالإنجليزية وتم طباعتها في إصدارات هيئة وزارة الثقافة عن الرحلات والاستكشافات الجغرافية في مصر. طبعا كان قادر هو على تمويل هذه الرحلات، وحقيقة له دور في مسائل الاستكشافات الجغرافية للواحات المصرية بالتحديد أكثر من أي شخص آخر. عقد قران الكاتبة المعروفة الآنسة ابنة الشاطئ، الدكتورة بنت الشاطئ فيما بعد، على الأستاذ أمين الخولي. أستاذ أمين الخولي مؤلف فجر الإسلام وظهور الإسلام، كاتب الإسلام المعروف، وأستاذ بكلية الآداب. وقد طلبت الكاتبة إحالتها إلى المعاش من وظيفتها الحكومية. من النوع اللي بيأثر إن هو يقعد في البيت. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونواصل موارد بمجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 17 يوليو سنة 1944 في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر لضيفنا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث ما أتحفنا به من كنوز نادرة قل أن نجد مثلها إلا في مكتبات من يحيون بالتاريخ ويحيون للتاريخ.